الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فنحن بفضل الله إن شاء الله في ساعة طيبة مباركة، هي ساعة إجابة، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. وفي رواية: هي ما بين صعود الإمام المنبر وإقامة الصلاة. وفي شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، هو شهر شعبان، حيث كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان ويقول: هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ونحن نسأل الله العلي العظيم لنا جميعا أن نكون في لحظتنا هذه قد وافقنا هذه الساعة، وأن يرفع الله أعمالنا إليه في هذا الشهر بالرضا والقبول، وأن يبلغنا رمضان، وأن يرزقنا الوصول إليه والوفاء بحقه. فقد كان بعض الصالحين 6 أشهر يدعون الله أن يبلغهم رمضان، قبله ب6 أشهر يدعون الله: اللهم بلغنا رمضان. وبعده 6 أشهر أو 5 الأشهر الباقية بعد رمضان يدعون الله أن يتقبله منهم، لأنهم علموا أنه فرصة سانحة للصفاء الروحي والنقاء والقبول والرجوع إلى الله. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وما من ليلة من لياليه إلا لله عز وجل فيها عتقاء من النار. نسأل الله أن نكون منهم. وما من إنسان يعرض نفسه على الله بصدق 30 ليلة آملا في رحمته إلا وأكرمه الله.
فالله عز وجل أعز وأكرم من أن تقف بصدق على بابه 30 ليلة ليس لك من طلب ولا من مطلب ولا من مسألة إلا الرضا والعتق من النار، ثم يعدك سبحانه خائبا أبدا وهو الكريم. فإذا أردنا أن نضع خريطة أو منهاج عمل لأنفسنا في هذا الشهر الكريم حتى لا نضيعه أو نفقد الخير فيه، فنبدأ بالحرص على ما أكد عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، صوم مخلص مراقب لله، وقام رمضان إيمانا واحتسابا، فهو شهر القيام، وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، حرها في العشر الأواخر من رمضان. ومن كان فيه من أهل القرآن، وكما استمعنا إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن والصيام يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يأتي الصيام فيقول: رب منعته طعامه وشهوته فشفعني فيه، ويأتي القرآن فيقول: رب منعته نومه وراحته فشفعني فيه، فيشفعان لصاحبهما يوم القيامة. وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فعلينا بالقرآن حفظا وتلاوة وتعلما وتعليما ومدارسة وفقها، فعطاء القرآن لا ينفد إلى يوم القيامة أبدا، وهو معطاء يعطي كل جيل وكل قوم وكل إنسان بمقدار إخلاصهم لله فيه وصدقهم مع الله فيه. فلنجعله بحق شهر القرآن، ولنكن جميعا من أهل القرآن. لكن كيف نكون من أهل القرآن؟ وكيف تكون من أهل الصيام؟ الجانب الأول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأسخى الناس وأكرم الناس، لكنه صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، وحسن على مزيد من الإكرام فيه. من أدى فيه صدقة كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، ومن فطر فيه صائما فله مثل أجره. وربما فهم بعض الناس الحديث فهما ضيقا، ففهم أن الذي سيأخذ الأجر هو من فطر صائما فقيرا أو مسكينا فقط. لا، صحيح المسكين أولى والفقير أولى، وسنأتي إلى هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يقول من فطر صائما فقيرا أو مسكينا لقال ذلك، لا، قالها على الإطلاق: من فطر صائما فقيرا أو مسكينا أو غنيا أو قريبا أو صديقا أو زميلا فله مثل أجره. لماذا هذا التعميم؟ لأن رمضان شهر البر والصلة، ونريد أن نستعيد فيه ماضينا الجميل وعاداتنا الجميلة من إطعام الطعام والتزاور وصلة الأرحام واجتماع الأسرة واجتماع العائلة واجتماع الأهل واجتماع الأصدقاء
واجتماع الزملاء على مائدة الإفطار في رمضان ليجمع هذا الشهر ما تفرق من أوصال الناس. فأراد النبي هذا المعنى، أطعم الفقير واجمع الأهل، اجمع الأصدقاء، جمع الناس على مائدة رمضان من الأسرة الواحدة ومن العائلة الواحدة ومن الأصدقاء ومن الزملاء ومن الأقارب، مقصد اجتماعي هام. فإذا كان الناس مشغولين في معظم أوقاتهم على مدار العام فلا أقل من أن يلتقي أهل العائلة الواحدة والزملاء والأصدقاء ولو مرة واحدة على مائدة الإفطار لنستعيد علاقاتنا الاجتماعية. وهنا من فطر صائما قريبا أو بعيدا، غنيا أو فقيرا، فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. لكن العناية بالفقراء أشد، فإن استطعنا ألا يدخل علينا هذا الشهر الكريم وفينا جائع أو مسكين أو محتاج فلنفعل. هذا الشهر هو شهر إطعام الطعام، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، فإن هذه الأمور الأربعة من لوازم رمضان. فهو شهر القيام، صلوا بالليل والناس نيام، شهر الصلة، شهر الجود والكرم، شهر التسامح والسلام، فأطعموا الطعام. فإن استطعت ألا يأتي رمضان وفي حيك أو منطقتك أو عائلتك أو من تعرف فقير أو مسكين فافعل، وعجل بالخير وبالجود والكرم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. رمضان شهر التكافل. ها أنتم هؤلاء تدعون، من قبل من؟ ليس من قبلنا نحن، إنما من قبل الله رب العزة يناديكم ويأمركم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. واعلم أن النعمة التي أنعم الله بها عليك من المال ليست لك وحدك، إنما لله فيها حق وللفقراء حق. وسماه رب العزة حقا معلوما، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يقول سبحانه: وفي أموالهم حق، للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثم إنه ما من يوم إلا وينادي ملكا يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم:
إن لله عز وجل عند أقوام النعمة أقرها لهم ما كانوا في حوائج الناس ما لم يملوهم، فإن ملوهم حولها عنهم إلى غيرهم. تسطى بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا تاج السماحة من بخيل، ولا تاج السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. إذا حلت بساحتك المنايا فلا أرض تقيك ولا سماء، فأرض الله واسعة، ولكن إذا حل القضاء ضاق الفضاء. وسيأتي اليوم الذي يقال لنا ولكم فيه: يا ابن آدم، جاءوا ودفنوك وفي التراب وضعوك، وعادوا وتركوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فقدموا لأنفسكم. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. الحديث عن فضائل وما يجب أن نكون عليه في هذا الشهر طويل، وسيفصله زملاؤنا من الأئمة والعلماء على مدار الشهر الكريم، لكننا أردنا أن نرسم خطوطا عامة لخريطة رمضانية ننهي الحديث فيها بثلاثة أمور عجلة. الأول، بعض الناس للأسف الشديد يجعل من شهر العبادة شهر كسل، فيملأ نهاره نوما. نقول له: رمضان شهر عبادة وعمل، وليس شهر نوم أو كسل. بعض الناس يحولونه من شهر اقتصاد وإحسان إلى إسعاف وتبذير كبيرين، فيصنعون ما لا يأكلون، وإلى جانبهم السائل والمحروم لا يجد شيئا. ورب العزة يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ويقول سبحانه: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ومن أقصى درجات الإسراف والتبذير أن تصنع ما لا تأكل ثم تلقي به بعد ذلك في سلة المهملات أو نحوها. هذا عين الإسراف، ستحاسب على الإسراف والتبذير وعلى إهدار نعمة من نعم الله. هناك أخ لك في الإنسانية يحتاج إليها. ما أختم به الحديث؟
هي كلمة أوجهها عسى الله أن يهدي بها. نوجهها إلى هذه الجماعات المتطرفة التي احترفت القتل والفساد والإفساد والتخريب والمكر والتخطيط السيء والكيد للناس والتآمر على دولها، وإلى الدول التي تدعم الإرهاب وتأويه وتحتضنه وتنقر لأشقائها أو لدول أخرى. لعل رمضان فرصة لمراجعة النفس والرجوع إلى الله، فديننا دين الإصلاح لا تشدد فيه، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. نقول فرصة للرجوع إلى الله والعودة عن طرق الضلال والفساد والإفساد. والحقيقة رمضان كما قلت وكما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم وكما حسن الحق شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن فيه شفاء لكل داء. وقد بيّن القرآن وبيّنت السنة علينا أن نكون أنقياء الصدور، وكما قلت إن استطعت أن تستقبل رمضان وليس في منطقتك ولا حيك فقير فافعل، لكني أقول لك لا تستقبل رمضان إلا بنفس نقية وصدر سليم لا يعرف الحقد ولا الحسد ولا الغل ولا الكره ولا المكر، لأن الأصحاب القلوب السوداء إنما مكروهم على أنفسهم سواء كانوا أفراد أم دول. هذا ما أختم به. يقول رب العزة ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ويقولون من حفى لأخيه بئرا وقع فيها، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ويقول سبحانه وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام، ويقول سبحانه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الدخول في حرب مع الله دخول في حرب خاسرة لا محالة، وأين مكرهم من مكر الله وحوله وقوله وطوله وقوته؟ قم سيدنا صالح ثمود لما تآمروا عليه ومكروا به ماذا قال الحق سبحانه؟ قال وكان في المدينة تسعة عهد يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، لنبيتن صالحا عليه السلام ونقتله فجرا، وكانوا أرادوا أن يكمنوا له عند صلاة الفجر واختبأوا في كهف حتى يلقوا عليه صخرة ثم يعودوا فيجهزوا على أهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. يقول رب العزة فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. يذكر بعض المفسرين أنهم انتظروا عند باب كهف فألقى الله صخرة عليهم فخشوا أن تنزل عليهم فدخلوا الكهف، فجاءت الصخرة على باب الكهف
فسدته عليهم فأهلكهم الله بما شاء، فلم يشهدوا هلاك قومهم ولم يشهد قومهم هلاكهم. يقول سبحانه: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالذين يمكرون بدولهم أو بدول أخرى نقول لهم: بل الله أسرع مكرا، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ومن أسلم وجهه لله فلا عليك، إذا كان الله معك بمن يكون معك أو يكون عليك، أليس الله بكاف عبده. ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز الانتقام. فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين يا باب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، وإن صح عون الخالق المرء لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. أسأل الله العلي العظيم أن يبلغني وإياكم جميعا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم طهرنا فيه من الشح والبخل والجبن والحقد والحسد والغل والمكر، واجعل قلوبنا صافية نقية. اللهم وفقنا لصيامه حق الصيام، ولقيامه حق القيام. اللهم اجعلنا فيه من أهل الصيام، أهل القيام، أهل القرآن، وارزقنا فيه بركة ليلة القدر ووفقنا لها، واجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا في ساعتنا هذه، في جمعتنا هذه، شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا في ساعتنا هذه، في جمعتنا هذه، شقيا ولا محروما. ولا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينًا إلا سددته. واغفر اللهم لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا.